وولتر بواليا. وولتر بواليا هياخد وقت، هو لعيب كويس، لعيب عنده امكانيات كويسه جدا، عنده انضباط خططي كويس جدا جدا جوه الملعب، ودي حاجه من الحاجات المهمه ان يكون عندك لعيب بالمواصفات دي متناسب مع فرقتك، متناسب مع 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 النادي الاهلي. انا شايف ان هو لعيب كويس وهو ادى مردود كويس مع فرقه الجونه، ولكن خلينا نتفق برضو ان الضغوط في الاهلي مختلفه خالص عن كل الفرق. هو في الجونه بيلعب مع الامور سهله شويه، الجونه ما عندوش جمهور، الجونه بيلعب بكره سهله، الامور مش ضغوط خالص. فلما يروح مكان كبير، انت النادي الاهلي ممكن 3 دقايق تلاقي مصر كلها بتتكلم عليك، وممكن 3 دقايق تعملهم وحش تلاقي الناس كلها بتقطع فيك على السوشيال ميديا وفي التلفزيون وفي المواقع. فالامور اصعب، الامور اصعب، وده اللي يخلي والتر بوليا محتاج وقت. ده طبيعي جدا، وما في ما نقدرش نحكم على صفقه، ما عندناش رفاهيه الوقت يا كابتن. لا لا، لازم جمهور الاهلي ما بيصبرش، انت عارف. ما هو يعني احنا بننزل كل ماتش عايزين اداء وعايزين نتيجه ومش عايزين اخطاء وعايزين متعه يعني. لا ما فيش حاجه، هو ما فيش. بص خلينا يعني، الجمهور طبعا حقه ان هو عايز يستمتع بكل دقيقه، هو شايف جاب لعيب جديد عايز ياخد منه احسن حاجه، وبالذات لما يبقى لعيب جديد يعني طبعا. وبالذات لما يبقى لعيب جديد. بس انا هقول لك حاجه، شوف كل لعيبه دخلت الاهلي اخذت وقت، بكل نجوم الاهلي بركات وابو تريكه ووائل جمعه اخذوا وقت عشان يبقوا كويسين. ما هم كانوا جايين كويسين، بس اخذوا وقت انه عشان يبقوا كويسين. التاقلم شيء مش سهل، بالذات مع الجمهور ومع لعيبه جديده ومع تنافس كمان، تنافس شرس بين اللعيبه وبعضها. بتبقى عايز تبقى تاخد ثقه المدير الفني، ثقه لعيبتك، ثقه جمهورك، فالامور شويه صعبه. مستني كمان الجانب الاخر اللي هو مستني يفشل الصفقه في اي وقت، فانت عندك جوانب كتير جدا بتبص لها. فكل لعيب محتاج وقت، ما ينفعش ان انا يعني احكم على لعيب بسرعه. نتمنى بس ان السيزون يعني يبقى مستقر وهادي، وما نشوفش توقف طويل زي ما حصل السنه اللي فاتت بسبب فيروس كورونا. طبعا ربنا يسلم الجميع.